النهارده قاعدين مع بعض عشان في مشكله واحده عندنا كلنا. هنتكلم مع بعض ونناقش حلول المشكله دي. كل واحد فينا هيشارك من مشكلته ونبدا بحث. ايه اللي دخلك الادمان ده؟ اهلي يا دكتور منهم لله. اصلا كانوا منفصلين وعلى طول زعيق وخناق وفي البيت وحاجه تقرف الصراحه. انت عارف طبعا مع شويه اصدقاء السوء ما بيسيبوش حد في حالهم. ده خالص. وانت ايه خلاك تكمل فيها؟ انت عارف يعني يا دكتور اللي بيخرج في الطريق اللي بيخرج في الطريق ده بعرف اخرج منه تاني يعني. انا اخرج لمين؟ عشان ايه؟ خلاص الجراح راح. وانت يا عمر بتنقص عليك ازاي؟ انا قتلت عند اصحابي. يا جماعة ده ابن كلب مش صنف عالي عادي انا جبت مرق والله منين الصنف ده؟ ده انت مرق في الباب لا صنف عالي عادي سلطان بص سلطان عمل لي دماغ بقول لك ايه؟ خد كام سجارة؟ ثلاثة طب استنى بقى ايه؟ استنى انا قول هتعمل ايه؟ استنى بس انا قلت شفتوا يا عادي قوي استنى يا فافه دي استنى بس يا عم ماشي انت سجار ماشي وانا سجار تالت انا اقول دي ملفوفه دي للعمدة يالا بقول لك ايه تشتغل عليك بقول لك دي للعمدة يالا هات يا السيجار بس طب ايه؟ وانت يا شريف كنت تعمل ايه عشان تجيب المخدرات؟ ما كنت ممكن اعمل اي حاجه بعت كل حاجه عندي لحد ما وصلت لدرجه ان بقيت بسرق ابويا وامي بتسرقني انا ربيتك عشان تسرقني ربيتك عشان تسرقني اصل الله ونعم الوكيل فيك وانت يا خالد ايه اللي خلاك تتعلم؟ يا دكتور انا كنت بشرب مع صاحبي ومات قصاد عيني من اوفر دوز ايوه يا عم ظبطك كل شويه العربيه شهادة فتحي
فات وانت ايه اللي رجعت لإدمان تاني؟ والله يا دكتور انت عارف لما كنت بطلت وكده بس رجعت اقعد مع اصحابي تاني وقلت انا مش هشرب انا امسك نفسي وكده بس كيف بقى دكتور ازاي ما عرفتش رجعت تاني خلاص يا محمد احنا دلوقتي اتمنى اجيلك بس العلاج لو عوزت اي حاجه بكلمني انت دلوقتي كويس الحمد لله انما تليفوناتي معاك لو عوزت اي حاجه انا معاك على طول خلاص مش عايزين نرجع للموضوع ده تاني يا محمد سكور عالي قوي يا معلم ايوه ودلوقتي بعد ما كل واحد فينا شارك بمشكلته هنتناقش في خطة العلاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هتكلم على العلاج الجمعي في مرضى تعاطي المواد المخدرة والمنشطة. الحقيقة أن العلاج الجامعي علاج مفيد للغاية وفكرته وفائدته قائمة على أنه كل مريض بيتعرض للخبرات بتاعة عدد أكبر من المرضى زمايله اللي حاضرين معاه الجلسة وبيعرف بعض الأخطاء اللي هم أخطأوها وبعض الأشياء اللي أدت بيهم إلى انتكاس أو إلى مشاكل وكل شخص منهم يتعلم من الآخر. من ضمن فوائده هو أن كل شخص بيسهل من الآخر يحكي تجربته بدل ما يقفل عليها ويحتفظ بيها لنفسه. من أشهر الأشياء اللي بيتم فيها العلاج الجمعي موضوع زي موضوع الانتكاس وكيف يحدث الانتكاس. بيبدأ الجلسة من خلال أن المعالج اللي هو بيدير الجلسة بيطرح الموضوع وبيعرف كلمة انتكاس ثم بيبدأ يسأل الأشخاص الموجودين مين فيكم يحب يحكي لنا على آخر انتكاسة حصلت له كانت شكلها إيه ويبدأ كل واحد يقول أسباب الانتكاسة اللي بتحصل. ففي اللي بيقول أنا شفت واحد صاحبي وكان بقالي 3 أشهر وما شفتوش فعزم عليا فأخدت منه فبيبقى كل الناس اللي قاعدين استفادوا قصة إنه ممكن إنه الصاحب اللي بيتعاطى يؤدي إلى انتكاسي لو أنا قعدت أو شفته. ممكن واحد تاني يحكي حكاية هو انه والده او والده في البيت زعلوه او قالوا له كلمة ضايقته فلقى نفسه متضايق جدا 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 فاضطر انه ينزل وياخد ويتعاطى عشان يحسن مزاجه. فبنستفيد قصة تانية انه بعض المشاعر الانسانية اللي ممكن تحصل نتيجة التعرض للوجود ممكن تدفع الانسان للتعاطي. وممكن واحد تالت يقول ان انا كنت ماشي في الشارع وشفت شريط برشام مرمي في الارض يشبه شريط الترامادول اللي انا بتعاطى منه فاول ما شفت الشريط جاتني الفكره وما قدرتش امسك نفسي فروحت اشتريه. فبنكسب قصه ثالثه انه لو واحد شاف شريط شبيه بالشريط اللي هو بيتعاطى ممكن انه يحصل له الافكار. ومن خلال كل واحد انه يعرض تجربته بجد انه في جلسه فيها 10 كل واحد فيهم يتعلم 10 أسباب ممكن تؤدي إلى الانتكاس وكل واحد بيتعلم أنه يتلافى العشر حوادث دولة إزاي. وبالتالي أقدر من خلال جلسات متفرقة وبعيدة وتكلفتها المادية بسيطة أن أنا أفيد المريض بشكل أكتر من الجلسات الفردية.
ولكن من عيوب الجلسات الجماعية هي أن بعض المرضى بيقعد عليهم صعب أنه يتكلم قصد الآخرين، بعض المرضى بيفضل أنه هو يكون له خصوصية أكتر، بعض المرضى بيحس أنه هو ما عندوش الجرأة أو الشجاعة أنه هو يتكلم نتيجة وجود قلق أو توتر أو رهاب اجتماعي موجود عنده. فمثل هؤلاء المرضى بيفضلوا الجلسات الفردية أكتر، وبالتالي لازم أن أنا أعمل البرنامج العلاجي للمريض على قده. المريض اللي هو أنا حاسس أنه مش هيستفيد من العلاج الجمعي بديله جلسات فردية، ومع ذلك العلاج الجمعي لا يغني عن وجود جلسات فردية في بعض المواضيع الخاصة بالمريض. لا الواد اللي عمل عمده ودي بقى جايبه من الصنف ده كده يا جدعان، جايب الصنف ده منين بقول لك؟ منين؟ مش هينفع والله.